بضل مستواه الفكري متدني. اللي بيدرس لحاله لحاله بضل يقرأ وبس بدون ما يختبر الفكرة وينقلها للآخرين ما بتعلمش، مش ممكن يكون متعلم. ولذلك يعني المسألة مش زمان شو كانوا يقولوا، أكت من الألفاظ في اللغة العربية عندما أقول أنا صحف فلان، صحف فلان يعني أخطأ. صحف شو معنات؟ أخطأ. طب ليش صار معنى صحف أخطأ؟ لأنهم وجدوا قديما أنه اللي كان يأخذ العلم عن الصحف بس كان يكثر خطأه. اللي بيأخذ الكتب عن يعني لحاله لحاله بيأخذ العلم لحاله بيكثر خطأه، لأنه يأخذ من الصحف، فصار الخطأ اسمه تصحيف. تصحيف ليش؟ لأنه اشتهر بالخطأ من يأخذون من الصحف فقط. لكن لما تأخذ عن علماء وتناقش وانت نفسك تدرس وتلميذك أو اللي بسمع منك يناقشك وهذا مع هذا وهذا مع هذا، هذول قضيتين مع بعضهم، قدم الأهم اللي هي تعلم مش تتعلم بس، تعلم. وهو أصلا كيف بده يعلم بدون ما يتعلم؟ فالقضية جدلية. كيف جدلية؟ يعني أنا بتعلم شيء بعلمه، فالنتيجة تعلمي بتعلم ثم وهكذا وهكذا بما كنتم تعلمون. وبعدين أصلا لما بتعلم أنت بتضطر تدرس، لما بتعلم تضطر تدرس. لكن لاحظوا، بما كنتم تعلمون الكتاب، مش عم نتكلم لا عن فيزياء ولا عن كيمياء، يعني مش بنتكلم عن صناعة صواريخ التكنولوجيا، احنا بنتكلم عن صناعة الإنسان. كيف الإنسان يكون رباني منسوب إلى الرب؟ ولما يكون رباني ومنسوب إلى الرب انحلت مشاكله كلها، لأنه مشاكل الناس من جوا مش من برا، من جوا مش من برا. ممكن زي ما سبق ضربنا مثال، يصير حادثة صدام، ننقل اثنين اللي في السيارة على المستشفى على غرفة الإنعاش، اثنين في السيارة صار معهم صدام على غرفة الإنعاش. بعد ما يصحصحوا شوي ندخل عليهم، نلاقي واحد فيهم بيعزينا قاعد وانا داخلين نعزي، ايه بيبتسم وكذا ومتماسك، وثاني بده كل قرايبه ييجوا يقعدوا يلملموا دموعه. طب ليش؟ ايوه، لانه واحد من جوا متماسك والثاني من جوا منهار. ليش؟ مبني او مش مبني؟ ولا على اي اساس الناس تنهار امام المشكلات وفي ناس بيستسلموا بسهوله والى اخره؟ مبني من جوا ولا لا مش مبني؟ يعني رباني ولا مش رباني؟ لما يكون رباني انتهى الموضوع، فيش مشاكل اصلا، وكل هذه المشاكل ما بتعنيش شيء. المهم يكون رباني. كيف اذا بنحل يعني هو ليش بيسرق الانسان؟ ليش بيسرق الانسان؟ من جوا منهار، من جوا. اذا انا كيف يعني بعطيه مصاري ببطل يسرق؟ طب ما هم اللي بيسرقوا قاعدين اللي معهم ملايين، مش هيك؟ نعطيه ببطل يسرق؟ نعطيه بصير يسرق. طب ولا من وين؟ نحل المشكلة من جوا. إذا حليناها من جوا خلاص. يعني أنتم بتسرقوش ليش؟ لأنكم معكم كثير يعني؟ مبين. لا، لأنه محلول من جوا الإشكال، محلول الإشكال من جوا. إذا حل المشكلة من جوا خلاص انحلت مشاكل الحياة كلها على فكرة، لأنه لابد من المشاكل، ولكن كيف نقدر نتفاعل معها ونحل وما تهزناش هالمشكلة؟ ولا اليوم زي ما قلنا اليهود أبسط مشكلة في المجتمع اليهودي، بصيروا فكروا في الهرب من البلاد كلها بيهجوا، أدنى مشكلة. ليش؟ هذول مش ربانيين، هذول كل شيء في من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ومن كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، في قلبه. نعم. ولذلك اليوم مش عم بفهموا، هم مش عم بفهموا انه كيف يعني ليش هالناس بتطلب الشهادة؟ شيء عجيب بالنسبة لهم طلب الشهادة. ليش؟ اللي بطلب الشهادة عندنا ما هو محلول مشكلته من جوا، عارف شو الحياة وكل الناس بتموت والعبرة يعني كيف تخرج من الدنيا، وانه يعني حتى لو انا اليوم تقدمت ما هو اللي وراي ما هم جايين ولاحقين. ولذلك اذا بدك تخرج من هالدنيا اخرج بشرف. اما هم بفهموش، هم ولا هم متوقعين اصلا يخرجوا من الدنيا ولا بفكروا بالموت. طب هذا عنده عقل؟ هذا طب ما تبدك تموت ولا هو داري انه بموت؟
ولا بتوقع أصلا. إذن ولكن كونوا ربانيين. كيف بتكون رباني؟ لا هو بإنك يعني تتوسل لا برسول ولا بغيره. بتكون رباني لما بتتوسل بالكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هاي واحدة. نأخذ آية أخرى. بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع. فبقدر أي واحد، كل واحد فينا يكون معلم لابنه، لأخوه الصغير، لأخوه الكبير، لمن هو أقل منه علم إلى آخره. يعني مش هي يعلمون هو فقط في المسجد، يعلمون هو فقط في المدرسة،